صباح ابراهيم لغه فرنسيه. غنشوفوا حوار صغير. هذا الحوار متعلق ب لا بولونجري. لا بولونجري في المخبزه. لا بولونجير، لا بولونجير المقصود بها يعني صانعه الخبز، بائعه الخبز، صاحبه المخبزه تسمى لا بولونجير. بالنسبه للمذكر نقول لو بولونجي، لو بولونجي. اذا لا بولونجير ماذا ستقول؟ مسيو، مسيو. يعني كانها انتهت من شخصين، كانها انتهت من خدمه شخص ثم استدارت عند شخص فقالت له ماذا؟ مسيو، يعني سيدي، يعني ماذا تريد بمعنى اخر؟ مسيو. اذا لو كليو ماذا سيقول؟ بونجور مدام، جو فودغي اون باغيت سيل وبلي. انا اريد اون باغيت. باغيت من حيث الاصل انها تتعني عصا او تتعني رغيف او خبز مستطيل. اذا بحال اللي تنقولوا حنا باريزيانا، باغيت المقصود بها عصا او قطعه خبز مستطيله. هنا بطبيعه الحال المقصود بها قطعه خبز مستطيله. جو فودغي اون باغيت، يعني انا اريد قطعه خبز مستطيله. سيل فوبلي، من فضلك. لا بولونجير، فوالا مسيو. اي افيك سوسي، فوالا مسيو. اي افيك سوسي، ومع هذا المقصود اشنو معاها؟ اي افيك سوسي، ومع هذا كانها بدات له الجمله ليتم ماذا عليه ان يضيف لها. ومع هذا كذا وكذا، فوالا مسيو. ها هي سيدي، او تفضل سيدي. اي افيك سوسي، ومع هذا يعني اشنو معاها بمعنى اخر. لو كليون جو في بخوندر اوسي 3 كرواسون اي ان بان او شوكولا. جو في بخوندر اوسي، انا ساخذ ايضا. طبيعة الحال بخوندر يعني اخذ. عندنا جوغي، هذا لوفيرب الي. لوفيرب الي هي ذهب، ولكن تنعرفوا بان لوفيرب الي تيجي قبل من افعال اخرى في حالات بحال هذه اللي عندنا هنا باش يساعدنا على تصريف الفعل الثاني. اذا هنا تنقولوا جو في بخوندر، بحال تنقولوا حنا بالدارجه انا غادي. غادي يعني بحال تنشوفوا انا عندنا لوفيرب الي، غادي ناخذ. اذا ما تبقاش فعل ذهب، تولي بانني ساخذ. اذا جو في بخوندر المقصود بها انا ساخذ، هذا تتسمى لو فيتور بروش، يعني المستقبل القريب. يعني انا تنتكلم على واحد لاكسيون، على واحد الفعل بانه سيقع بعد لحظات. اشنو هو الفعل؟ هو الاخذ، يعني انا ساخذ بعد لحظات، او انا على وشك الاخذ، هذا هو المقصود. اذا جو في بروندر اوسي 3 كرواسون اي ان بان شوكولا. اذا اريد ان اخذ ثلاثه هلاليات، هلاليات، فوالا سو سون دي كرواسون اي ان بان او شوكولا، وخبز بالشوكولاته. لا بولونجير، لا بولونجير، فوالا مسيو. سو سورا تو، سو سورا تو. طبيعة الحال سورا هذا لو فيرب اتر كاين في الفيتور. طبعا سورا هذا لو فيرب اتر كاين في الفيتور سامبل، يعني في المستقبل البسيط. في المستقبل البسيط تنقولو جو سوري، تي سورا، إل سورا. أنا سأكون، أنت ستكون، هو سيكون. هنا عندنا سو سورا، المقصود هنا سيكون، هذا سيكون. تو يعني الكل، سيكون هذا كل ما تريد، هذا هو المقصود. سو سورا تو سو كو فو فولي، هل هذا سيكون ما تريدونه؟ إذا سو سورا تو، واش هذا كل شيء؟ هل هذا كل شيء؟ المقصود هل هذا ما تريدونه؟ فوالا مسيو، سو سورا تو. ها هي يا سيدي، هذا كل ما تريد بمعنى آخر. سوسوغاتو هذا سيكون كل شيء، أو هذا سيكون كل ما تريد بمعنى آخر، هل هذا الذي تريد؟ إذا طبعا الحال إذا كنت ستكتفي بهذا ستقول مثلا سيتو، سيتو هذا كل شيء. لكن هنا الزبون طبعا الحال يريد الاستزادة. إذا لو كليون نو جو فودغي أن غاتو بور سي بيرسون. لا أنا أريد، جو فودغي، أنا أريد أن غاتو بور سي بيرسون. أنا أريد كاكا لستة أشخاص. نو جو فودغي أن غاتو، نو جو فودغي أن غاتو بور سي بيرسون.
لا انا اريد ان غاتو كاكا هو سي بيرسون لي ستة اشخاص نو جو فودري هذا الفير فولوار في الكونديسيونيل بريزون مصرف واحد الزمان تيتسمى لو كونديسيونيل بريزون لاش تليق هاد لو كونديسيونيل بريزون من ضمن الادوار ديالو اللي تيتستعمل فيها بكثره انه تيعني الاحترام اذا عوض انه يقول لها من فضلك انا اريد هو يقول لها جو فودري كان ممكن انه يقول جو فو انا اريد يعني ولكن تتكون في واحد شويه ديال الحده انا اريد كانك تجبرها بانك تريد كان الامر في شيء من الاجبار عندما تقول جو فو انا اريد ولكن عندما نقول جو فودري يعني من فضلك انا اريد ان امكن كما لو تقول ان امكن نو جو فودري ان غاتو pour six personnes لا انا اريد كما لو نقول من فضلك او ان امكن ان غاتو يعني حلوى pour six personnes لستة اشخاص اذا نو جو فودري ان غاتو pour six personnes la boulangère qu'est-ce que vous préférez comme gâteau qu'est-ce que vous préférez comme gâteau ماذا تفضلون ككاكا اشنو تختار ككاكا une tarte او بيان ان غاتو او شوكولا هل تختار ان طارت او بيان ان غاتو او شوكولا ان طارت المقصود بها باتيسري بلات كونتون دو لا كريم دو لا كونفيتور اتسيتيرا اذا باتيسري كما نتكلم عن عجين بلات يعني انها مستويه كونتون دو لا كريم يعني انها تتضمن الكريمه دو لا كونفيتور والمربى اتسيتيرا هي عموما كعكه ديال الفواكه اذا هي كعكه تتضمن فواكه هذا هو المقصود بهاد طارت ثم عندنا ان غاتو او شوكولا او تريد كعكه بالشوكولاته اذا لو كليون بيتيتر ربما بيتيتر اون بيل طارت او بوم بيتيتر اون بيل طارت او بوم ربما كعكه جميله ب التفاح ربما كعكة جميلة بالتفاح إذن peut-être une belle tarte aux pommes ثم إن الزبون يستدرك يريد أن يعرف ثمن هاد لا belle tarte aux pommes ثم إن الزبون يستدرك يريد أن يعرف ثمن هاد لا belle tarte aux pommes يريد أن يعرف ثمن هاد الكعكة المصنوعة من التفاح يقول لماذا celle-ci est à combien هذه هي كم يعني كم ثمنها سيلسي هذه يعني هد الكعكة سيلسي اتاكم بيه هي كم إذن لا بولانجير 12 أورو إذن 12 أورو لو كليون جو لابخون سي كم بيه جو لابخون سي كم بيه أنا أخذها جو لابخون عندنا لو فير بروند عندنا لو فير بروند جو لابخون سي كم بيه سي كم بيه إذن هادشي كله شحال سي كم بيه لا بولانجير 19 أورو لو كليون فوالا لو كليون الزبون يعطي النقود ثم يقول له فوالا ها هي لا بولونجير فو نافي با لا موني فو نافي با لا موني حيت نقولوا حنا بالدارجه واش عندك الصرف يعني ان ما عندها الصرف باش ترجع له ما تبقى اذا فو نافي با لا موني اليس عندك عمله اليس عندك نقود ذات قيمه اصغر لان الزبون اعطى لهاد صاحبة المخبزة أعطى ورقة مثلا ذات قيمة كبيرة إذا هي ليس عندها عملة إذا فقالت له ماذا؟ Vous n'avez pas la monnaie? Le client, non, je suis désolé. لا أنا آسف. Je n'ai qu'un billet de 100 euros. Je n'ai qu'un billet de 100 euros. أنا ليس عندي إلا ورقة من 100 أورو. إذا هي التي أعطاها لصاحبة المخبزة. إذا وعليها طبعا الحال أن تبحث عن العملة لتعيد له بقية القيمة. إذا نعيد الحوار. لا بولانجير. مسيو. بونجور مدام. جو فودري ان باغيت سيل فوبلي. فوالا مسيو. افيك سوسي. جو في بخوندر اوسي. تخوا كخواسون. ان بان او شوكولا. فوالا مسيو. سو سورا تو. نون جو فودري ان غاتو. بور سي بيرسون. كيسكو فو بريفيري كوم غاتو. كيسكو فو بريفيري كوم غاتو. ان طارت. ان غاتو شوكولا. Peut-être une belle tarte aux pommes. Peut-être une belle tarte aux pommes.
celle c'est à combien? Celle c'est à combien? 12 euros. Je la prends. C'est combien? 19 euros. Voilà. Vous n'avez pas la monnaie? Non, je suis désolé. Je n'ai qu'un billet de 100 euros. Non, je suis désolé. Je n'ai qu'un billet de 100 euros. نكتفي بهذا القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.